مرحبا مشاهدات كهرمانيش، شلونكم؟ يا رب تكونوا بخير. سعيده انه انا وياكم اليوم بهاي الفقره. بما انه اكثريتنا قاعدين بالبيت فنحب نغير شوي نفسيتنا، فهسه راح اسوي لكم اليوم ميك اب نو ميك اب لوك بطريقه كلش سهله وبخطوات كلش بسيطه، تابعوا وياي. اكيد اول خطوه هي الترطيب، لازم ترطبون البشره كلش تمام حتى تبين نظره ومنتعشه وبنفس الوقت ما يبين عليها التعب. تستخدمون اي فاونديشن انتو تحبوه، مثلا سي سي كريم او بي بي كريم، او اذا تحبون فاونديشن عادي ماكو مشكلة، اهم شي يكون خفيف وما يسوي طبقة ثقيلة على البشرة. بعدها تاخذون اي نوع كونسيلر عندكم وتوزعوه بهاي الطريقة. بعدها تاخذين اي برونزر انت تحبيه، ناخذ تنت ونوزعه بهاي الطريقة. كملنا الفاينل لوك يا حلوات، ان شاء الله حبيتوه واستفاديتوا من الخطوات، كلش سهله وبسيطه. طبقوه بالبيت وغيروا نفسيتكم. مع السلامه.